تم إذن بعد ظهر أمس الخميس إجلاء 15 تلميذة في الطور الثانوي تعرضنا إلى اضطرابات نفسية بفعل تطبيق عبر شبكة الأنترنت إلى المركز الاستشفائي الجامعي لولاية وهران، وهذا حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية. وقد أظهرت التلميذات اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و18 سنة من ثانوية قصد مرباح الواقع بالقطاع الحضري البدر بوهران اضطرابات سلوكية في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال بداخل هذه المؤسسة التربوية، مما تطلب تدخل الحماية المدنية حسب ما أشير إليه. وقامت مديرية المؤسسة التربوية بأخذ جميع الهواتف النقالة للتلاميذ على سبيل الوقاية في انتظار معرفة الأسباب وراء هذه التصرفات غير العادية استنادا لنفس المصدر. وقد تم فتح تحقيق حول هذا الحادث من قبل مديرية التربية لولاية وهران، ودائما نبقى في هذه الحالات حالة مطابقة لذلك حصلت قبل أيام بولاية باتنا وبالضبط بمتوسطة أسماء بنت أبي بكر لحالة مماثلة طبعا، وتحولت إلى حديث العام والخاص بعد أن تم تسجيل إغماءات بالجملة مست 16 تلميذة وتلميذ. المتضررون ظهرت عليهم أعراض الاختناق وضيق التنفس والخوف الشديد، والسبب الذي أشيع هو تطبيق للهاتف النقال خاص باستحضار الجن. على كل اليوم نتوقف عند هذه الحوادث المتكررة لنوضح البعد العلمي لها، ونتحدث كذلك عن انتشار تطبيقات تقابل ألعاب معروفة عند الغرب، ومنها لعبة أو تطبيق تحدي تشارلي تشارلي، والتي ساهم في انتشارها استهدافها لأطفال المدارس لقضاء وقت ممتع للأطفال مع اللوازم المدرسية وبتحديد الورقة وأقلام الرصاص لدعوة شخصية أسطورية مزعومة ميتة تدعى تشارلي، ثم تصوير حركة قلم الرصاص مع الركض والصراخ، وهو ما حصل عبر عدد من المؤسسات التربوية بالجزائر. إذن حتى نبين الحقيقة حول هذه الألعاب التي أصبحت منتشرة في ثانويات والمتوسطات الجزائرية، معنا مختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد إيهاب تيكور عبر سكايب، وكذلك المختصة في علم النفس السيدة سميرة فكراش. مساءكما سعيد. مساء الخير. مساء الخير هاتف. إذن سيد إيهاب تيكور، نستهل هذا النقاش معك كمختص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حقيقة هذا التطبيق. فالتطبيق هدايا سوني كي نقول لك، التطبيق هدايا هو مجرد عن دي كود انفورماتيك سي دي زالغوريتم، انه باش يكون التطبيق يقدر يجيب جن ولا يقدر يتكلم مع جن. لو كان وصل العلم وصل لهذا هذا الافونسي هذه، لو كان راه مستغلوه العلماء لامور اخرى. فيما يخص هذه اللعبه كما قلتيها راهي لعبه معروفه، يعني الله في دارت البوز وانتشرت في الغرب، وفي 2015 في اوروبا وفي تونس يا ان بوز عليها، وين معروفه كانوا الناس هي سونيك خدعه سوني لوزيون، والاخصائيين راح يقولوا عليها في خاصه الناس اللي يعرفوا الامور الشرعيه في الدين، يقول لك باللي هي يخيل المستعمل انه راه يتكلم مع الجن، ولكن هذا الامور تكنيكمون ساينتيفيكمون سي با بروفي سا نيكزيست با. ربما هذا الامر تؤكده لنا سيده سميره فكراش اخصائيه في علم النفس. سيده سميره فكراش، من الناحيه النفسيه ما الذي يحصل لهؤلاء التلاميذ؟ بالفعل يعني كان أشار إلى شيء مهم سيد تيكور، وهي أنه هذه الخدعة اللي نستغلها لاستغلال الشريحة جد هشة، هي شريحة الأطفال والمراهقين اللي نعرف أنه تستهويهم كل ما هو يعني ميتافيزيقي، كل ما هو مجرد غير ملموس، وهو البحث عن إجابات لم يجدوها في يعني في محيطهم المباشر، واللي تأتي تدخل إلى هذا الشاب اللي هو مراهق او طفل على انها لعبه. فنخلي ان يعني نعمل على الجانب المعرفي لهذا الطفل وهذا المراهق، ونعمل على استغلاله من ناحيه انه نغرس فيه الخوف، القلق، الحصر، وندفع به الى تطوير الكثير من الاضطرابات النفسيه اللي يعيشها في الحين ولكن ايضا في المستقبل، لان هذا يخلي يفتح بوابه كبيره عند هذه الشريحه العمريه للدخول
الدخول في اضطرابات ذهنيه اللي تصبح يعني انه هذا الطفل هذا وهذا المراهق اللي يلعب هذه اللعبات فيما بعد يقول لك انا يسمع اصوات، يخيل عليه انه يشوف اشخاص، يخيل اليه انه يشوف حركه امامه، ويدفع الى افعال انتحاريه، يدفع الى عدوانيه تجاه الذات وتجاه الاخر. ويعني الاضطرابات النفسيه تصبح يعني شيء اللي راح يرافق جيل المستقبل اللي هم الاطفال والمراهقين. اتضحت الصوره سميره. السيده سميره فكراش الاخصائيه فعل من نفس، جزيل الشكر لك على المداخله. وسيد ايهاب تيكور، فقط حتى نختم معك هذا الموضوع، فقط هل تعتقد بانه لابد اليوم ان نقف على التطبيقات التي يتم تحميلها، ام انها حريه لا يمكن التدخل لها حتى في حاله التلاميذ؟ لا، هي شوفي، لازم يكونوا كأولياء لازم يراقبوا التطبيقات اللي يحملوها الأطفال في